طائرة غارقة أمام سواحل اسكتلندا تثير الجدل على مواقع التواصل. شخص يدعى روبرت مورتون ادعى أو نشر فيديو يوثق فيه اكتشافه طائرة مغمورة تحت المياه بالقرب من مدينة أدنبرا باسكتلندا عن طريق استخدامه لخدمة جوجل إيرث. المسافة بين صورة الطائرة المطمورة ومطار مدينة أدنبرا حوالي 9 أميال فقط. قصة هذه الطائرة حازت على اهتمام عالمي عبر تويتر، وطلب عدد كبير من المغردين بضرورة أن تحل اسكتلندا اللغز وتبحث عن هذه الطائرة لمعرفة الحقيقة. يأتي هذا بعد أيام من زعم طيار يدعى دانيال باور أنه اكتشف عبر جوجل إيرث أيضا أجزاء من رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم MH370 في غابة في كمبوديا، وهذه هي الطائرة التي اختفت بشكل غامض في عام 2014. الآراء حول الاكتشافات عبر خدمة جوجل إيرث كانت متباينة، حيث يذهب البعض إلى أن مثل هذه اللقطات التي يأخذها جوجل إيرث ليس بالضرورة أن تكون لقطات حقيقية، ودللوا بفيديو يرصد 52 لقطة جمعها مستخدمو جوجل إيرث لم يتأكد أحد من حقيقتها حتى الآن، لكنها في النهاية صور لإثارة الجدل ليس أكثر.